السلام عليكم ورحمة الله، حلقة جديدة وتجربة جديدة من عرب جي تي. اليوم ما عندنا تجربة، اليوم عندنا جولة في مصنع أوباما للسيارات. نعم، اسمه أوباما للسيارات، هي اسم المنطقة. هذا المصنع أسس لأول مرة عام 1961، فعشان هيك مستحيل يكون سمي على اسم الرئيس الأمريكي السابق. مصنع نيسان اللي رح ناخدكم جولة سريعة فيه. هذا المصنع بصنع أربع سيارات رئيسية، منهم تنتين ما بيجوا على أسواقنا. رح ركز على السيارات اللي بيجوا على أسواقنا، مثلا زي سيارة الكيوب ما بتيجي عنا. في سيارة النوت، هاي سيارة كهربائية مع بطاريات، شوي هيك زي هايبرد ولكن لها وصفة سحرية، وللأسف ما بتيجي على منطقتنا. السيارة الأهم اللي بتيجي على أسواقنا هي سيارة النيسان ليف اللي سبق وشهدنا الإطلاق الرسمي لإلها، نزلنا الفيديو والتغطية كاملة كانت موجودة على عرب جي تي، فيكم تشوفوا التغطية تاعت إطلاق الليف على الرابط في الأعلى. السنة الماضية أنا زرت اليابان، زرت مصنع نيسان نزمو، وزرت المصنع تبع الجي تي آر. صورنا لكم كيف صنعنا مع بعض أول نيسان باترول نزمو، صنعناها مع بعض وأخذناكم بجولة في المصانع، وتكلمنا وقتها مع المهندسين المتخصصين بتصنيع ماكينات الجي تي آر وسيارات النزمو بشكل عام. ضروري تحضروا التجربة هاي، مهمة جدا قبل ما تحضروا هاي. أول شيء، المصنع اللي متواجدين فيه بيشتغل فيه 2500 عامل. المساحة تاعته عملاقة، موجود على البحر بالضبط، فأنت كل التصنيع اللي بتم على طول بيشحنوه بالباخرات وبتصدر. هذا المصنع الوحيد اللي بصنع سيارة النيسان ليف. السيارة هاي بتتصدر لأكثر من 48 دولة حول العالم، زي ما خبرتكم بأنه هي أكثر وأهم سيارة كهربائية مبيعاً في العالم. صار مباع منها بالجيل الأول أكثر من 300 ألف سيارة، ومع الجيل الجديد متوقع أنه السيارة هيدبل الرقم، يصير أكثر من 600 ألف سيارة. هاي السيارة يا جماعة مكسر الدنيا في أوروبا، خصوصا مثلا أنا زرت السويد، النرويج، فنلندا، سياراتهم ليف. الليف يعني كل مكان بتلف وجهك في سيارة نيسان ليف. من ميزة المصنع هذا، المصنع هذا مشهور جدا بشغل الروبوتس. هذا المصنع موجود فيه أكثر من 500 روبوت لتلحيم وتصنيع السيارات. ايضا من ابرز الميزات اللي بالمصنع هذا انه في الروبوت الموجود على الارض، صورت لكم اياه بحلقه الباترول نزمو، راح تشوفوها هلا بالتصويرات. هذا الروبوت اول مره تم تطبيقه بمصنع لسيارات حول العالم كان بهذا المصنع، اعتقد من بدايه الثمانينات طبقوه ونفذوه، وهلا صار موجود باغلب مصانع السيارات حول العالم. في طريقة يا جماعة، طريقة تصنيع اسمها الكينزاي بتصنيع السيارات. هاي الطريقة تعمل على مبدأ انك انت عندك مصنع، المصنع هذا ما عنده مستودعات للتخزين، او احنا درسناها وقت الجامعه، ما بعرف المتابعين اذا درسوها، طريقه الجست ان تايم. فانت فعليا الموردين تبعونك اللي بيجيبوا لك القطع، بتوصل القطع قبل عمليه ما تدخل على خطوط الانتاج بساعات معدوده اذا ما كانت دقائق. هذا الاختراع اختراع ياباني بامتياز، وتحديدا من تويوتا وليست نيسان، واليابانيين ابدعوا بتطبيقه في مصانعهم بكل انواع التصنيع الموجودين فيه. خطوات التصنيع، مثلا عندنا الخطوه هاي الموجوده خلفي، الستامبينج، تدخل رولات حديد كبيره تستوردها اليابان من الخارج، تستورد الرذاذ، الرذاذ هذا بيقوموا بصقله، بصير عباره عن زي ما انتم شايفين قطع حديديه متوزعه. هاي القطع الحديديه بتنضغط، بتقوم بعمليه الضغط، وهاي رقيقه جدا، يعني هاي مليمترات خفيفه. هذا هيكل السياره، هذا الشكل الشيب الرئيسي للسياره. هذا مو الشاصي، الشاصي مش امامكم، هذا بس الهياكل البادي تبع السياره. هذا البادي بيروح على قسم الستامبينج، الستامبينج هذا بدخل على قسم روبوتات عملاقه، الروبوتات العملاقه بتاخذ هالابواب، بتاخذ الاطارات والفريم والسقف والارضيه تاعت السياره، وبتلحمها كلها مع بعض بدقائق معدوده. على فكره للمعلومه، انه هذا المصنع، مصنع اوباما، عنده قدره انه يصنع سياره واحده كل دقيقه.
ركزتوا بالرقم، كل دقيقة بصنعوا سيارة واحدة. بمعدل عدد العمال وعدد الموظفين وعدد ساعات العمل بنتجوا تقريباً 900 سيارة باليوم الواحد. هذا المصنع بصنع 180 ألف سيارة بالسنة الواحدة، وعنده قدرة إنتاجية بتنطلق إنه يوصل ل 250 ألف سيارة. هاي كقدرة إنتاجية، وقتها بعطوهم أوفر تايم للجماعة الموظفين وبزيدوا لهم رواتبهم أساس يوصلوا للتارجت هذا حسب حجم المبيعات. الخطوة الثانية البادي أسمبلينج، خلصنا المكابس، طلع الحديد، جمعنا الحديد عن طريق روبوتات عملاقة. هالروبوتات العملاقة بتمسك الأبواب وسقف السيارة، بتلحمها كلها مع بعض بثواني معدودة جداً، بتصير عملية التلحيم، تدخل على مرحلة دهان السيارات. هذا عبارة عن مستودع ضخم جداً. أول شيء السيارة بتنزل كامل بمقطص، من المقطص تنطلق عملية الدهان. شايفين الألوان المختلفة الموجودة، عملية أيضاً بتتم عن طريق الروبوتات. الدهان اللي بيجي على هيكل السيارة على الطلاء هذا عم بيكون المقدار تبعه 0.1 ملي فقط، يعني هي عبارة عن دهنة بسيطة. هذا الدهنة الأولى، بعدين بروح على دهنة تانية بتعطيها اللون اللمعة وبعطيها اللون اللي بتشوفوه بالمعارض وبتشتروا سياراتكم عليها. المرحلة الرابعة مرحلة التجميع. مرحلة التجميع اللي شايفينها، تخيلوا يا جماعة في 3000 قطعة بسيارة النيسان ليف، 3000 قطعة مختلفة. هاي مثلاً عينة من القطع الموجودة، هذه أغلب القطع عم بتكون تتوفر من موردين للقطع. في كتير موردين، مثلاً شركات سيارات عادة ما بتغلب حالها أنه تشتغل على قطع مثلاً المطاط أو زجاج السيارة أو الأسلاك الكهربائية. هذه كلها في مصانع متخصصة بيكونوا أوتسايدر، شركات مصنعة سبلاير شين، ببيعها لتويوتا، ببيعها لنيسان، ببيعها لمازدا، ببيعها لبي ام دبليو، ببيعها لروز رويز، ببيعها للكل. فشركات سيارات عادة ما بتستثمر بالمجال هذا لأنه هاي أسلاك كهرباء أو زجاج أو شغلة، فهي بتيجي من سبلايرز. مرحلة الانسبشن، مرحلة الفحص الفني، هاي العملية نخبة النخبة من الإدارة الموجودين عند مصنع السيارات هاد اللي بيعملوا فحص كامل لهيكلة السيارة، بيشوفوا الدهان، بيشوفوا القطع الداخلية، بيفحصوا السيارة، بيختبروا البطارية، بيختبروا المحرك، بيختبروا الجودة تبعتها وجودة الشحن تبع السيارة، وبيطلعوا فيها أحيانا جولة حول المصنع عشان يتأكدوا من جودة التصنيع. أتمنى تجربتنا واللفة القصيرة اللي لفينا لكم فيها في مصنع أوباما من شركة نيسان في ضواحي مدينة طوكيو في اليابان تكون أعجبتكم. هاي زيارة خفيفة، شرحنا لكم على مبدأ التصنيع، شرحنا لكم شوي عن عملية تصنيع النيسان ليف والتكنولوجيا تحت التصنيع الموجودة في المصنع، وشفت التصويرات اللي عملنا لكم إياها لعملية تصنيع السيارة. تذكروا نقطة مهمة جداً، إنه هذا المصنع تخيلوا من 1961، عم بتشوف التقنيات كيف تطورت، عم بتشوف الأمور كيف تطورت. أعتقد بالعشر سنين القادمة ما راح نشوف أصلاً حتى أي بشر داخل المصانع، راح تصير غرفة تحكم، وهي شفناها بمصنع سابق من ألمانيا، غرفة تحكم صغيرة فيها عدد محدود جداً من المهندسين بتحكموا بمصنع بصنع آلاف مؤلفة من السيارات. أمنيتنا بيوم من الأيام هيك يا رب يصير عندنا مصنع في أحد الدول العربية يصنع السيارات بالتقنيات العالية جداً هاي، نطلع من مرحلة تجميع السيارات فقط وننطلق لمرحلة تصنيع حقيقي للسيارات ويصير عندنا منتج عربي. أتمنى إحنا جهة إعلامية ندعو الله أنه هيك بيوم من الأيام تستجيب أحد الدول وتعمل مصنع وتعمل علامة تجارية عربية لتمثل العرب في عالم تصنيع السيارات. ما تنسونا تعملوا سبسكرايب، شير، تعملوا لنا فولو على سناب شات، على الإنستغرام، إحنا موجودين معكم بكل مكان، عرب جي تي موجود معكم بكل مكان. شكرا لكم، شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم.